السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه النهاردة؟ ان شاء الله هنعمل كيكة الرواني او كيكة البسبوسة زي ما بيسموها. اهم حاجة ان هي مكوناتها بسيطة خالص وبتتعمل بسرعة، وبتبقى عملتي حاجة طعمها حلو قوي. المكونات موجودة في البيت وكمان سريعة، ما بتاخدش وقت خالص. تعالوا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف انا عملت الكيكة ازاي بمقادير مظبوطة. جربيها باذن الله تعجبك جدا. تعالوا يلا نسمي بسم الله ونشوف مقادير الكيك. وهنا معايا مقادير الكيك. المقادير انا عاملاها بالكوبايات، ولو عايزه تعمليها بالكوبايات يعني تخلي كوبايه واحده هي اللي تبقى معيار لكل مكون في المكونات الموجوده معانا، او لو عايزاها بالجرامات انا ممكن اكتب لكم بالتفصيل كل حاجه في صندوق الوصف. هنا معايا كوبايتين من الدقيق، كوبايه الا ربع من دقيق السمولينا او دقيق سميد، ونص كوبايه من السكر، وكوبايه الا ربع من السمنه، وكوبايه حليب، واربع بيضات، ومعلقه وكيس كيك شيف، وفانيليا. هنا حطيت المكونات الجافه كلها مع بعض، الدقيق والسميد، السميد البسبوسه، والبيكنج باودر او الكيك شيف، وذره من الملح، وقلبتهم كويس مع بعض. وهنبتدي دلوقتي نعمل المكونات السايلة. هنا معايا الاربع بيضات، وهضربهم كويس قوي بالمضرب مع السكر. انا انزل بالسكر شوية بشوية لحد ما القوام البيض معايا يتقل خالص. وعاملي الكيكة هنا كأنك بتعملي كيك اسفنجي بالظبط، نفس المعاملة، ان انت تبقي حريصة قوي معاها في كل حاجة، وتخلي الكيك تخلي قصدي البيض يرتفع زي ما بنعمله للسبونج بالظبط، او لكيك الاسفنجي، او زي ما انتم شايفين كده. هفضل احط شويه بشويه من السكر على البيض لحد ما يتماسك ويقوم ويتقل معايا. وده قوام البيض بعد ما اتضرب حوالي 10 دقايق، بقى بالشكل ده. وهنا هنزل بالزبدة او بالسمنة، المهم تكون سايحة، ما تكونش متجمدة علشان ما تضيعش الهواء اللي احنا عملناه في البيض. وهقلب تقليبة بسيطة بس ادوب الزبدة، وزي ما انتم شايفين انا بنزل شوية بشوية. وفي المرحلة دي هحط حوالي معلقة كبيرة من الخل. هنا حطيت معلقتين صغيرين يعني بمعادل معلقة كبيرة. الخل بيساعد ان الكيك تبقى مرتفعة، اي نوع كيك بتبقى مرتفعة، وكمان لونها ابيض بتبقى لونها فاتح خالص، ما تبقاش غامقة، عمرها ما تغمق معاكي طول ما انت حاطة فيها معلقة الخل. ونزلت بالمكونات الجافة كده زي ما انتم شايفين. برضو ببقى حريصة ان انا ما اضربش، يعني ما اضربش فتره طويله بالمضرب، ببقى حريصه خالص زي ما انتم شايفين. وبنزل وبحط كمان شويه من الحليب، وبعدين شويه من المواد الجافه. وهنا الحليب انا مدفياه شويه، يعني كان دافي، ما كانش بدرجه حراره المطبخ، لا كنت مدفياه شويه. ده بيساعد برضو على ان الكيك بتبقى طالعه مرتفعه، او زي ما انتم شايفين سهله خالص، ما بتاخدش وقت، ومكوناتها بسيطة يعني ما فيش أبسط من كده. وهنا هقلب بالسباتشولا علشان أتأكد ان الدقيق داب كويس في المكونات كلها مع بعض. وده قوامها زي ما انتم شايفين، ما بتبقاش تقيلة، بتبقى خفيفة شوية، لان السميد بيشرب سوائل كتير، فلازم تبقي حريصة ان هي تبقى سايلة زي ما انتم شايفين. بصوا قوامها عامل ازاي، مش تقيلة خالص. طبعا هدخلها كده الفرن على درجة حرارة 180، واحنا فاتحينه في الاول خالص من قبل ما اشتغل خالص في الكيك، فكده اكيد ان الفرن سخن، فهتدخل على فرن ساخن درجة حرارته 180 على الرف الوسطاني، وقعدت حوالي معايا في الفرن نص ساعة، او على حسب الفرن عندك انت. بعد نص ساعة ممكن تفتحي تشوفيها استويت ولا لسه، وتشوفي هتاخد وقت قد ايه. وهنا عملت الشربات بتاع البسبوس بتاع الرواني، هو بيبقى نفس شربات البسبوسه بالظبط، كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص ميه، وشرايح من الليمون، وخمس دقايق او 7 دقايق بالكتير قوي على النار، وخلاص ترفعيه على كده. وهنا الكيك بعد ما طلعت معايا من الفرن زي ما انتم شايفين كده، لونها تحفه وشكلها تحفه وطعمها تحفه كمان. وشربتها هي سخنه، والشربات معايا كان دافي، وشربتها على فكرة هي شربت كمية الشربات كلها.
بس انا كنت بشربها شوية بشوية، كل ما تشرب الشربات اشربها تاني، وده كده يبين لك ان الكيك معاكي ناجح. كل ما بيشرب شربات فكده ان الكيكة طالعة معاكي ناجحة. وقلبتها كده على صينية علشان نقدمها مع بعض. وهنا ده مش محروقة ولا حاجة زي ما انتوا شايفين. بصوا انا المكان الدقيق اللي كان في الصينية، الطبطينة بتاعة الدقيق هي بس اللي عملت اللون ده، فلما شلتها بالسكينة كده حاجة بسيطة اتشالت خالص. وهنا زينتها ده جوز الهند متحمص، وهحط كمان سوداني متحمص ومجروش. زي ما تزينيها بقى براحتك، زي ما تحبي، لو من غير التزيين خالص او من غير اي حاجة برضو بتبقى حلوة. بالشكل ده جربيها بجد، بالمقادير دي تحفة وطعمها تحفة. وده شكلها النهائي زي ما انتوا شايفين، بجد روعة. او شايفين الكيكة مرتفعة، وكمان هقطعها كمان من جوه دلوقتي وشوفوها قد ايه لونها ابيض ومرتفعة وحلوة جدا. قطعتها قطع مربعات كده صغيرة، وزي ما انت شايفة كده بعد ما اتقطعت يعني طريقة تقديمها شكلها حلو. حتى لو عندك ضيوف وقدمتيها بالشكل ده شكلها تحفة، وطعمها كمان يعني هتنبهري بجد، طعمها تحفة. او زي ما انتوا شايفين من جوه بيضة ازاي كمان، والله الكاميرا مش مديلها حقها، دي على الطبيعة كمان شكلها احلى من كده بكتير. جربيها بقى بإذن الله ان شاء الله هتعجبك. وما تنسينيش بقى باللايك، ولا اول مرة يشوفني ياريت يشترك في قناتي ويدعمني. اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني جديد. بصوا زي ما انتوا شايفين طرية خالص ومتشربة كل الشربات. أشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.